ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب أخطر من باب الرياء، وهو باب إرادة المرء بعمله الدنيا. ما معنى هذا؟ أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. مثال، بعض الناس ترى يعمل اختبارات، إيش يصنع؟ لا يسب، لا يشتم، لا ينظر في المحرمات، ولا يشرب الدخان، يصلي في الصف الأول وراجع، صح؟ مجرد تخرج النتيجة خلاص يترك، أو إذا قبلته فلانة مثلا في النكاح وكذا وحصل العقد خلاص يخربها، صحيح؟ هذا يريد إيش؟ الدنيا بعمل الآخرة. طيب هذا الإمام قال أنا أصلي الآن وآخذ مكافأة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يأخذ من بيت المال ما يكفيه لسد حاجته، صح؟ كيف نعرف أنه هذا يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ الضابط كيف نعرف؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. إذا غضب ورضاه للدنيا معناه أنه من عباد الدنيا، وإذا كان الغضب والرضا لأجل الله هذا يريد الآخرة، مفهوم؟ قالوا للمؤذن قطعنا عنك المكافأة هذا الشهر، قال والله ما أدخل المسجد. إذن إيش؟ وقال هؤلاء بخلاء وصنعوا بي وكذا وكذا وكذا. طيب آية واحدة، قال ولا نصف آية، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. قطع عن النفق، قال وفي السماء رزق ومات، أنا أصلي كما كنت أصلي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف لي خيرا منها، صح؟ إذن هذا يريد الآخرة، لأن الذي يريد الدنيا تنقلب عليه الأمور. دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام تعس وانتكس بالتعاسة والشقاء وانقلاب الأمور عليه، وإذا شيك يعني أصابته أدنى أذية، شوكة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية والشوكة، وإذا شيك فلانتقش. هذا قسم من الناس. القسم الثاني طوبى من الطيبات، شجرة في الجنة وغيرها، لعبد خرج بنفسه وبماله في أعلى ما يكون مشقة الجهاد في سبيل الله، لا يبالي بالمناصب، ما يريد أن يكون هو الإمام والدكتور والخطيب المسقع وأسد المنابر وزين العابدين وأسد الإسلام، لا، لا يريد هذا كله، لا يريد المناصب ولا يبحث عنها، يؤدي كل ما طلب منه. قالوا حارس، قال أنا حارس للمسجد. عامل نظافة في المسجد، قال عامل نظافة في المسجد. لا يبالي في المناصب، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة في آخر الجيش كان في الساقة، أدى كل ما طلب منه، إن استأذن لم يؤذن له، لا يعرف ولا يريد التقرب إلى الرؤساء إلى القادة. هذا له إيش؟ طيبات. يعرف عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى.